بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة هنتكلم مع حضراتكم النهاردة في إيه؟ هنتكلم في المساندة والدعم لفريق النادي الأهلي اللي بيمثل مصر إن شاء الله يوم السبت القادم في نهائي دوري الأبطال. مش هنتكلم في أي حاجة تانية، مش هتكلم على الناس اللي بتتكلم وبتقول إن المباراة سهلة، مش هتكلم عن الناس اللي بتقول ان فريق الاهلي اعلى بكتير من فريق كايزر تشيفز، مش هتكلم على الكلام ده كله، ولكن حلقه اليوم هي مسانده ودعم لفريق النادي الاهلي من كل جمهور النادي الاهلي. انا متاكد وواثق ان حضراتكم دائما في ظهر وخلف النادي الاهلي في كل شيء. الكل ينتظر يوم السبت القادم، الكل ينتظر ماذا سيحدث يوم السبت القادم. مباراه صعبه، مباراه مهمه، تحتاج إلى كل الدعم وكل المساندة اللي احنا هنعملها من خلال وجودنا في البيت الكبير النهاردة وطوال اليوم النهاردة وبكرة وبعده لغاية يوم المباراة وليلة المباراة وأيضا ما قبل المباراة بوقت قليل.